ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات في مدينة الكوت بمحافظة واسط واستمرارها بالارتفاع خلال شهر رمضان المبارك بات عبئاً يضاف إلى الأعباء التي تؤرق حياة المواطنين. في شهر رمضان شهر يعني تصعد الأسعار، تغلى الأسعار عندنا باقي الدول العربية. نشوف مثلاً إحنا هنا الأسعار تصعد عندنا، مثلاً نشوف مثلاً هل اللحم المكان ما كان ب 10,000 دينار قبل رمضان يسوونه ب 12,000 دينار، يصعدون الاسعار. الدجاج نفس الشيء، المخضر نفس الشيء، المواد الغذائيه كلها تصعد. ليش؟ ما نعرف شنو السبب الاسعار هاي تصعد عندنا هنا برمضان، وشنو السبب؟ السوق والله فرد نوب صعد، اللحم صعد، الدجاج صعد فرد نوب، دجاج ام الفروجه ام 7,000 صارت 11,000. اللحم كان ب 10 هسه ب 12,000. المواد كلها صعدت، المواد كلها صعدت فرد نوب. دورون بالناسبة دوروها بعاشور نفس الشيء، هم يصعدون المواد. الحكومة وين هي؟ الفقير وين يروح الفقير؟ ويعزو أصحاب المحال التجارية في الكوت ارتفاع الأسعار إلى التقصير الحكومي في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية التي تتلاعب بالأسعار والجشع لدى بعض التجار وأصحاب المحلات. مواد غذائيه، المواد عندك المخضر، يعني كل شيء ماكو فد شيء ما صعد، والدوله ابد ولا كانها منتبهه لهالشيء هذا نهائيا. زين بالنسبه كون الدوله تنتبه للفقير، تنتبه للسوق، هاي التجار ذولا التجار يراد لهم متابعه، يعني اذا هم كل من قاعد على كرسيه وقاعد، يعني شو الفائده؟ ماكو، يعني ماكو رقابه ابد نهائيا والله. العامل الاقتصادي له دور، هذا الدولار هم له تاثير. زين الراتب محدود والكاسب هم عمله محدود، فهذا والدولار صاعد والمواد صاعده، فشو يصير المواطن؟ فيصير قليل الحركه، مو مثل قبل. لا قبل كانت الاسواق مدعومه، قبل كان المواد بالمثل التاجر يجيبها خلي يبيع بيش ما كان، بس اكو دعم كان بالاسواق المركزيه، خلي يفتحون الاسواق المركزيه. ويرى مواطنو الكوت أن الحكومة مقصرة بدعم الفقراء والمحتاجين وخاصة خلال شهر رمضان، ناهيك عن سيطرة الأحزاب والمتنفذين على اقتصاد العراق ما فاقم تدهور الأحوال المعيشية. الدولة واقفة مكتوفة الأيدي، ماكو أي رقابة ولاكو محاسبة لارتفاع الأسعار، وجاي تتلاعب بالأسعار. طبيعي الأحزاب والفئات المسيطرة على البلد، كل الأحزاب وكل أجهزة. احنا أصحاب محلات تجارية نروح نسوق ببغداد قسم يدقون الدولار ب 135، هنا نلاحظ تضارب بالدولار، هنا سعر الدولار ب 158. ويأمل أهالي الكوت أن تتابع أسعار المواد الغذائية، حيث غزا الغلاء الفاحش مدينتهم والعراق بشكل عام، وخاصة في المناسبات كشهر رمضان المبارك.